بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام وخواتي الكريمات مع برنامجكم مختارات شرعية والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح بلا شك ان اعظم ما يعتصم به الانسان واعظم ما يتمسك به المؤمن هو تمسكه بالعلم الشرعي فالعلم الشرعي يبين الانسان الخطا من الصواب والحق من الباطل والخير من الشر يبين الانسان كيف يعبد الله عز وجل على بصيره اليوم لم تقع الاخطاء ولم تقع اليوم هذه الاسباب التي ادت الى بطلان كثير من العبادات الا نتيجه الجهل بالحكم الشرعي فمن هنا جاءت فكره هذا البرنامج لنقف واياكم حول اهم الضوابط المهمه التي ينبغي ان يعرفها الانسان وهو يتعبد لله عز وجل. وبإذن الله جل في علاه سنقف واياكم حول الضوابط المتعلقه في العبادات ابتداء ثم الضوابط المتعلقه في المعاملات ثم الضوابط المتعلقه بما يعرف بفقه الاسره وغيرها من الضوابط المهمه باذن الله عز وجل اذا مد الله في العمر سنتكلم عن هذه الضوابط ونربطها بالواقع الذي نعيشه في يومنا وحياتنا. بلا شك ان اول اركان الاسلام العمليه بعد الشهادتين هو ركن الصلاه. والصلاه هذه لها مفتاح لا يمكن اليوم ان تدخل الى هذه الصلاه الا بوجود هذا المفتاح. ما هو هذا المفتاح؟ هذا المفتاح بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفتاح الصلاه الطهور اذا الطهاره هي مفتاح الصلاه لا يمكن الانسان ان يدخل الى هذا الباب الى هذا البيت الا اذا كان معه ذلك المفتاح وهذه الطهاره بفضل الله عز وجل واحكامها جاء بيانها بيانا واضحا وشافيا ودقيقا في كتاب الله عز وجل وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فبلا شك ان الله عز وجل في كتابه ذكر احكاما كثيره متعلقه بالطهاره، على سبيل المثال احكام الوضوء، احكام كذلك التيمم، احكام الحيض مثلا وغيرها من الاحكام التي جاءت مبينه في كتاب الله عز وجل وكذلك في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القواعد المتعلقه في الطهاره وهي اول قاعده سنبدا بها باذن الله عز وجل. قاعده الاصل في الاعيان الطهاره هذه القاعده نسمعها كثيرا في كلام اهل العلم والمراد ان الاصل في الاعيان الطهاره اي ان الاصل في هذه الالبسه الاصل في المكان الذي تصلي فيه الاصل في جسد الانسان الاصل فيه الطهاره الارض التي ايضا تطاها بقدمك هذا الاصل فيها الطهاره والله عز وجل ذكر ذلك كما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فالاصل ان هذه الارض الاصل فيها انها طاهره. ولما نقول الاصل انها طاهره سيندرج تحتها مجموعه من الاحكام والضوابط والقواعد التي اذا عرفها الانسان، عرف هذه القاعده يستطيع ان يتعامل مع اي اي امر ينقض هذه القاعده ويعرف كذلك ايضا ان اي امر مخالف لهذه القاعده او يصادمها او يعارضها فانه لا قيمه له. فعلى سبيل المثال وهذا ربما من ابرز القواعد واهمها وهو قضيه الشك الطارئ. كثير من الناس اليوم تجده يشك اليوم في صلاته. يشك في صلاته. يشك مثلا في طهارته، يشك في بقاء وضوءه، يشك في الارض التي يصلي عليها. يشك في الثوب الذي يلبسه، ما هو التصرف الصحيح مع هذه الشكوك؟ سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل مرحبا بكم اخواني واخواتي وعوده لما كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل وكان الحديث حول ما يتعلق في قضيه القاعده والضابط المهم الضابط الفقهي الاصل في الاعيان الطهاره ولما نقول الاصل في الاعيان الطهاره اي انه لا يحكم بنجاسه شيء سواء كان لباسا او ارضا او بقعه او مكانا الا الا بدليل لان فتح باب الوسوسه فتح باب الشكوك فتح باب الظنون بلا شك أن مثل هذا سيؤثر على الإنسان حتما وسيجعله يبطل كثير من العبادات نتيجة اليوم عدم إعماله لمثل هذه القاعدة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تنبه إلى هذا الأمر العظيم وبين عليه الصلاة والسلام أن الشك لا قيمة له ولا عبرة به وذكر هذا في حديثه المشهور إذا أشك أحدكم في صلاته هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة الآن مهمة في التعامل مع الشكوك الواردة والطارئة عليك أثناء عبادتك لأن كل إنسان لو انتبه إلى أي شك في عبادته وحكم وبنى عليه لا شك أن مثل هذا لن تبقى له عبادة لأن الشيطان اخواني وأخواتي يحرص كل الحرص على إبطال عبادة الإنسان يحرص كل الحرص على التشكيك فيها يحرص كل الحرص على أن هذا الإنسان لا يتم صلاته فتجد يهجم عليه بالوساوس بالخطرات بالتشكيك حتى يجعل هذا الانسان لا يكاد يصلي صلاه واحده الا وقد تسيطر او سيطرت عليه مثل هذه الوساوس، فمن هنا وجب ان يتنبه الانسان وان يعمل هذه القاعده حتى يرتاح وهو يتعامل وهو يتعبد لله عز وجل. وهذه القاعده لما نقول الاصل في الاعيان الطهاره الاعيان نوعان اما انها طيبة أو طاهرة وهذه هي الطيبات التي ذكرها الله عز وجل وإما أن تكون نجسة وهذه الخبائث التي ذكرها الله عز وجل ولذلك كل ما نفع الإنسان فهو طيب وكل ما ضر الإنسان فهو خبيث هذه قاعدة مهمة تندرج تحت هذا الضابط المهم فعلى سبيل المثال الملبوسات التي يلبسها الإنسان الأصل فيها الطهارة وعدم الحكم عليها بأنها نجسة إذا جاء إنسان قال لك هذه نجسة قل هات الدليل دليلي لو قال دليلي والله ان هذا اللبس هو مستخرج مثلا من جلد الخنزير او نحو ذلك، حينئذ خرج الان عن هذه القاعده فيحكم على هذا الثوب بانه نجس لان هذا الامر بلا شك انه اثر في مثل هذا الامر فجعل هذا اللبس لا يجوز لبسه لانه لانه خالف القاعده المشهوره فالاصل نعم هو انه طاهر لكن جاء الان ما ينقض هذه الطهاره بان, بأن ثبت عندي ان هذا من جلد الخنزير النجس. ايضا من المسائل المتعلقه بالقاعده قضيه العطورات المشتمله على الكحول. وهل هي نجسه او ليست نجسه؟ وهذه مساله تكلم فيها العلماء والراجح في المساله انه لا يحكم من حتى لو قلنا ان الاصل فيها الكحول اخذا من كلام اهل العلم بان الاصل هو ان الخمر والكحول ونحوها الاصل ان نجاستها نجاسه معنويه وليست نجاسه حسيه ماديه اذا نجاستها نجاسه معنويه كونها تذهب العقل وتشتت الذهن وتوقع الانسان في الفواحش ليس لكونها في ذاتها في ذاتها نجسه ايضا الاصل في الادويه اليوم بعض الادويه بعض الناس يتحسس من تعاطي اي دواء بحجه ان والله هذا الدواء فيه نسبه كحول معينه فاذا الاصل ان هذا الدواء وجود هذه الماده الحافظه له او النسبه النسبه الكحوليه لاجل حفظ الدواء مما لا باس به وبلا شك انه قد يدخل في قاعده ان الحاجه العامه تنزل منزله الضروره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والقاكم مع حلقه جديده استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.